من الاستدامة إلى الكاتشب. عبد الله، يعتبر الكاتشب أساسيا للعديد من الأشخاص، لا سيما طبعا لمحبي البطاطا المقلية والبيتزا. صراحة الكاتشب لا غنى عنه، هو يغني صراحة الطعم، على الرغم من صعوبة إخراج الكاتشب صراحة من العبوة. ولكن مصرين. أكيد واجهتك المشكلة من نحن وصغار. نعم. مش عارف تنزل الكاتشب. أكيد ولكن أصر إني أنزل الكاتشب. أنا صراحة اكتشفت طريقة، بس بخبرك عنها بعد الهواء كيف تنزل الكاتشب بكل سهولة. انقذيني. طيب، يعزو الخبراء في هاينز السبب في ذلك طبعا صعوبة يعني الكاتشب انه يخرج من العبوة الى القوام الغني والكثيف، اذ يصنع من الطماطم الطازجة دون اي مواد حافظة. يا عبد الله، وفي هذا السياق طورت شركة هاينز جهاز سلو ماستر 57 الذي يحاكي آلة تستخدم في مصانعها حول العالم لتقييم كثافة وتماسك منتجاتها. صحيح. الجهاز طبعا عبارة عن منحدر طوله 20 سنتيمترا ومتدرج بزاوية 45 درجة لضمان تدفق الكاتشب بسرعة لا تزيد عن 45 متر في الساعة، تأكيدا طبعا على الجودة وانطلاقا من شعار في التأني السلامة. وللحديث أكثر عن الموضوع تنضم إلينا في استديو دبي هذا الصباح السيدة بسنت الغنام، مدير التسويق في شركة كرافت هاينز في الشرق الأوسط وإفريقيا. أهلا وسهلا بك معنا. أهلا وسهلا بسنت، يسعد صباحك. إذن بين السرعة الفائقة، خلينا نبلش بهاي الطريقة اللي شاهدناها نهاية الأسبوع الماضي على حلبة ياز، والبطء الفائق اللي عم نشوفه اليوم مع الكاتشب مع هاينز، خلينا نبدأ الحوار. خلينا نتحدث عن مصدر الإلهام بسنت لجهاز سلو ماستر 57 اللي حضرتك جايبتيه معك اليوم، تعرفينا أكثر عليه، تفضلي. مزبوط. طبعا كلنا بنعاني من ان احنا نخرج الكاتشب من الإزازة، كلنا بنقعد نجرب ونحاول وبيبقى بطيء جدا مع بال ما ينزل، بس الحقيقة دي حاجة مقصودة علشان الكواليتي بتاعت الكاتشب بتاعتنا والجودة بتاعتنا بتبان من خلال ان احنا بنقدر نوصل للكثافة المتميزة بتاعت كاتشب هاينز من غير ما نضيف اي مواد حافظة او اي مواد تديله نشا او اي حاجة مكسبات للقوام. وعلشان عايزين نوصل فكرة ان الأبطأ افضل مع هاينز، عملنا حاجة محاكاة ما بين الاختبار بتاع الجودة في المصانع بتاعتنا وما بين لعبة، نخلي المشاهدين والكونسيومرز بتاعتنا والمستهلكين يقدروا ان هم يستخدموها ويجربوا بنفسهم سرعة كاتشب هاينز. جميل. نعم. طيب بس انت لو تخبرينا ما هو المقياس الكمي من حاجته في صناعة الكاتشب، شو المقياس؟ نبغي نعرف أكثر عن الكاتشب. تمام. ده جهاز احنا بنستخدمه في مصانعنا من أكتر من 1952. الجهاز ده هو اللي بيقيس سرعة نزول الكاتشب وعلشان يقدر الكثافة والقوام بتاعه المظبوط. وده بيبقى لازم ان الكاتشب ما يزيدش سرعته عن 28 من 1000 في الميل، يعني لو قعدنا نفكر كده هنقول ان هو هياخد يوم علشان يمشي كيلو واحد. ولو زاد سرعته عن كده مش بس هياخد مخالفة، لا ده هيطرد خالص من الكاتشب بتاعنا ومش هنشوفه في أي إزازة. لأنه هذا إذا دل إنه لا يوجد جودة أصلاً في سرعة نزول الكاتشب. بالضبط كده، لازم الكاتشب يكون كثيف وده اللي بيديله المذاق المميز اللي بيفرقه عن أي كاتشب تاني. وعلشان كده عملنا المحاكاة دي وعملنا اللعبة اللي هي سلو ماستر 57 اللي هي بتمثل نفس بالضبط المدرج المنحنى ال 45 درجة، ونخلي الناس تجرب وتشوف ازاي الجودة بتاعت هاينز في الكاتشب. جميل. طيب سلو ماستر 57 او 57 معاك اليوم. مزبوط. الجهاز موجود معك، لو تخبرينا كيف بيشتغل هذا الجهاز، طريقة الاختبار نزول الكاتشب زي اي سباق. خلينا نشوف. هو زي اي سباق بالظبط، بنحط الكاتشب، الاثنين المتسابقين بيبقوا هنا. اوكي بنحط الكاتشب من فوق تمام. ريدي ستدي سلو.
علشان لما بنشيل الكاتشب بنشيل الغطا ده بنشوف الكاتشب ما بين هاينز وهاينز مين فيهم اللي هينزل الأبطأ. هنا ده الفرق الوحيد في اي اللي بيفوز هو الأبطأ. اللي بيفوز هو الأبطأ مش الأسرع. لا عشان الأبطأ أفضل مع هاينز وبنقدر بقى نستمتع باننا ناكله وناخد الطعم الجميل من جميل. من على الرز. شو رايك يا عبد الله يعني السلحفات احسن ولا الارنب السريع؟ والله شو رايك في السباق السلحفاه يمكن بهالسياق السلحفات هي الاحسن. نعم طيب شو كمان عندنا سؤال بخصوص جائزه. قبل أن نروح للجائزه ابغى اعرف رده فعل الجمهور. والله الحمد لله رد فعل الجمهور كان جميل جدا، الناس عجبها الفكره جدا جدا، ودلوقتي في ناس بتلعب باللعبه دي في كافي هايف وفي ناس طلبتها من على طلبات ومستمتعه بيها جدا وانها بتجرب بنفسها وتشوف الجوده وطبعا بتستمتع بالطعم في الاخر. اكيد لا غنى عن الكاتشب بكل مكان يدخل. نعم. الكاتشب صار في كل مأكولات الطيبه صراحه، يعني في منها غير صحيه بس شو بدنا نعمل، الله الله غير. طيب ممكن ناكله مع اكل صحي برضه. ممكن. طيب نشكرك كل الشكر سيده بسنت يعني على هاي الفقره الخفيفه اللطيفه والجميله اللي تعرفنا فيها اكثر على هذا الجهاز الجميل من شركه هاينز. اذا بسنت الغنام مدير التسويق في شركه كرافت هاينز في الشرق الاوسط وافريقيا، شكرا جزيلا لحضورك معنا. شكرا جزيلا. شكرا.